مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، احييكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم مقتنياتي. مثل ما وعدناكم في هذا البرنامج راح نسلط الضوء على جميع انواع الرياضات الجميله في الكويت واصحاب المقتنيات الجميله. في بعضهم عندهم انها كره القدم عندهم مقتنيات، وفي من كره اليد، وفي من كره الطائره، واخذنا معاكم ايضا سعد لافي في موضوع السلاح والرمايه. اليوم حلقتنا فيها نجم من نجوم كرة الطائرة الكويتية، مو بس كرة الطائرة، كرة الشواطئ. بنروح حق هذا الفاصل وراح نرجع نتواصل ونعرفكم على ضيفنا اللي منورنا في هذا البرنامج. رجعنا معكم أعزائي المشاهدين من بعد ما شفنا هذا الفاصل. مثل ما وعدناكم اليوم ضيفنا راح يكون طبعا من غير راح نقول عنه متميز، هو متميز ونجم من نجوم كرة الطائرة الكويتية في نادي كاظمة وفي منتخب الكويت، أحمد عبد الرزاق، أخو محمد عبد الرزاق اللي أصغر منه. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، هلا أبو أحمد. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. أنا قلت أن أخوك محمد عبد الرزاق غني عن التعريف، وأنت أيضا المعروف لا يعرف، الله يعطيك الصحة والعافية. وممكن بينكم أخو. إيه نعم. هم يلعب طائرة؟ إيه نعم، أنا عندي ما شاء الله عليهم 6 إخوان. ما شاء الله. ما شاء الله. كلهم لاعبين طائرة. لا إله. ما عدا العود، العود اللي يعني أكبر واحد اللي هو يعني خارج الرياضة نهائياً. نهائياً. إيه، بس من محمد وتحت هم كلنا لاعبين طائرة. يا رب عسى الله يحفظكم إن شاء الله ويجمعكم ولا يفرقكم إن شاء الله. برنامج مقتنياتي معروف ان احنا نسلط الضوء على اصحاب المقتنيات الرياضيه، وانت ما شاء الله المقتنيات ما في داعي، يمكن كاميرا مكفيه وما فيها. الله يسلمك. يحفظك ان شاء الله. وايضا عندنا صور وبطولاتك وهذا غير الميداليات وغير الشغلات والذكريات الحلوه اللي راح نذكرها حق المشاهدين من خلال هذه الشاشه الراقيه والجميله، شاشه سبورت او شاشه القناه الرياضيه تلفزيون دولة الكويت. بطلال، بنبدي وياك، شلون بدات حياتك في كره الطائره؟ أول شيء أمسي عليك وأمسي على الاستاف البرنامج. يا هلا مرحبا. طبعا بدايتي كبداية أي لاعب يتم اختياره من المدارس ومن يشوفونه مثلا بالفريج، ولا يشوفون مثلا عنده أخو يلعب نفس اللعبة ولا شيء. أنا بدايتي كانت الميني فولي. الميني فولي الحين يعني المسمى مالها البراعم. البراعم. اللي يصيرون أي 11 سنة وكذي وعشر سنين وهذا. أيوه. فبلشنا مع الكابتن يوسف طرارو، هو اول مدرب لي. الله. اي كتاسيس، وهذا نجم من نجوم، ومسي عليه بالخير. اي والله يستاهل تحيه عبر برنامجكم. فهذا اول مدرب كويتي اللي هو يعني خلينا نقول برز احمد عبد الرزاق من البدايه في فتره المني. شنو؟ ميني فولي. ميني فولي. انا اعرف ميني فولي، هذه كره هذه اللعبه الاهل احنا صغار، ولكن ميني فولي هي تقصد البراعم مثل ما تفضلت. يعني انزين، كانت بين القادسيه والكاظمه المشكله اللي صايره. اي انا اخوي محمد يلعب بكاظمه. وانا وعباس اخوي نلعب بالقادسيه. بالقادسيه. اي فكانت عندنا مباراه اتوقع تحت 15 لي 15 عندنا مباراه، فقالوا ما يصير تلعبون. ليش؟ والله انتم مسجلين بنادي ثاني. من هالنادي؟ طبعا هو محمد مسجلنا احنا ما ندري. اي اساس انه هو العود لاعب بالحسبه على قولته. ف
فرحنا الاتحاد طبعا تدري قبل كان يعني نستانس ان يعطونا فانيلا ولا شورت ولا مع ان فريق القادسية يعني ما شاء الله قلعه اكيد يعني مو ف مسكنا محمد وهذا قال وقعوا هني احسن ما شلون تدري احنا صغار ما مو يعني عاده الكبير هو اللي يوجه اي فسبحان الله لما رحنا خيرونا تم القادسية ولا كاظمة اي قلنا له كاظمة حلو فمن تقريبا انا ما اذكر السنه بالضبط يا 80 يا 79 السالفه هذه اوكي ومن بعدها لتقريبا اعتزلنا واحنا بنادي كاظمة ما شاء الله زين شويه خلينا نسولف عن موضوع الذكريات في ايام الميني فولي على قولتك شلون كان يعني شلون تعرفت على كرة الطائرة أوكي محمد ما قصر أكيد هو التوجيهات والهذا أيضا الضرارة يعني نجم من نجوم كرة الطائرة الصراحة ما في شك إن الكبار لما يوجهونك أكيد راح تكون على المسار الصحيح ولكن شنو من الذكريات شنو من المواقف اللي في الفترة هذه وأنت شباب توكم والله الأمانة يعني ذكريات حلوة يعني لما الباص هو كان يجينا بنفسه لأنه هو عندنا ساكن بالقادسية يعني كنا يعني ورا فريجنا يعني فكان يحرص إنه يجينا البيت يأخذنا يودينا النادي ويجيبنا من النادي فيعني يقول أنا أحس فيكم أنكم راح تطلعون لاعبين يعني لكم وزنكم بالكرة يعني فسبحان الله يعني سمعنا كلامه لأنه هو بعد يعني ما تقول يعني صديق هم محمد وكذي فوثقنا فيه يعني ان صدق راح نطلع وهو ما شاء الله مدرب يعني متميز كان في وقته يعني صح كاساسيات تدري الطائره لازم اساسيات طبعا يعني ما يصير انت تلعب طائره من غير الاساسيات صح فما شاء الله عليه يعني قعد ويانا تقريبا لمرحله 15 او 16 وبعدين هو اتوقع انه هو بطل اي واحنا كملنا المشوار مع الجنسيه الكوريه وكذي يعني كانت طاغيه علينا بالثمانينات يعني جنسيه كوريه يعني قصدك كان مدرب كان معاكم مدرب كوري الله كوري ذاك الزمن اكيد يعني شو اسمه يعني كانت المدرسه هي اللي طاغيه بالانديه كلها تقريبا يعني حتى المنتخب يعني انزين ما شاء الله غير الكؤوس اللي موجودين وراء الكواليس غير الكؤوس اللي موجودين في البيت العامر فوق الله يسلمك يعني بنودي المشاهدين سنة 1988 كرة صالات طائرة كان يمكن بعز كرة الطائرة على أيام النجوم يعني هالميدالية الجميلة هذه شنو قصتها؟ هذه قصتها طبعا اخترت حق المنتخب الشباب وعندنا بطولة خليج إنزين طبعا بعد المعسكر كنت توني صاعد أنا شباب فاختروني حلو فكان قبلي يعني اكبر مني بسنه او سنتين اللي هو امين دشتي امسي عليه بالخير هو الاساسي بالفريق لانه هو شمال مركز اثنين اي دائما يلعبه شمال اوكي فهو يعني خبرته افضل مني وهذا فرحنا البطوله وكذي سبحان الله من دشينا طبينا الامارات طاح مريض طول البطوله سبحان الله صفونه ومو راضي تنزل فلعبت مكانه فعشان كذي انا اعتزيت فيها و كميداليه وكلعب يعني اديت يعني اداء طيب يعني يمكن هذا يعني من حظك ان ان ان, إن, إن هو تعب وانت لعبت بداله يعني زين ودك حق هالميداليه الجميله هذه بعد هذه مذهبه فضيه اي مركز هذه هذه المركز الثاني الثاني وين كانت واي بطوله هذه بطوله الخليج للانديه قيمه بالكويت وحصلنا فيها المركز الثاني هذه السالفة اللي قلت لك عنها اللي الكرة طبت بيني وبين أخوي آخر نقطة وفاز نادي الأهلي عليه بالعافية ثواني هذه القصة أنا عجبتني صراحة من قلت لي إياها هي يعني كم مشاهدين شوية نرجعكم حق الذكريات هذه الجميلة بطلال قبلها ويقول لي إنه بعز بحماس اللعبة وعلى آخر نقطة آخر جول عدل إيه آخر نقطة وآخر نقطة شوط الفصال وانت واخوك محمد اللي هو نجم من نجوم كره الطائره في ملعب واحد والكره جت مرتاحه ما هي قويه يعني اي والله مرتاحه تصدق ونزلت من الملعب وصارت نقطه عليكم انتوا اللي وانتوا طالعين بعض ها ترى يعني هذه شغلات اللي يمكن بس يمكن عاتبت اخوك
للأمانة أنا عاتبته يعني حتى صوتي صار عالي شوية يعني من غير قصد يعني إنه أكيد يعني تدري أول بطولة بعد التحرير زين فحبينا يعني نفرح الجمهور كان الجمهور ما شاء الله يعني مالك ما حطريل يعني ما شاء الله ما شاء الله فالمشكلة إن الكرة هي سهلة مو صعبة عشان يعني تقول والله ما أقدر ولا هو ما يقدر صح فاثنين ما شاء الله متمكنين يعني بس سبحان الله يعني الله مو كاتبها لنا و صح يعني حتى فوز المعتوق وهذا البحور يوجههم تحية الأمانة أبطال والله يعني اطمروا يعني استغربوا ليش ما شلتوها يعني الكرة سهلة فصدق يعني هذه الميدالية وايد يعني من أشوفها تأثر فيني وايد يعني إن هي يعني كانت بطولة المباراة لنا وراحت علينا على قوة البطولة الخسارة كانت بسهالة أي والله إنزين نبي نروح حق هذه الميدالية بعد هذه الميدالية بطولة الألعاب العربية في سوريا أول سنة لي بالمنتخب وسط على قولتهم معلقة كرة الطائرة وحصلنا عليها بالمركز الثاني وين كانت البطولة؟ سوريا سوريا ها؟ سوريا إنزين على هالطاري متى انضميت حق المنتخب؟ أي سنة تقريبا؟ أنا ب 92 أول اختياري حق المنتخب 92 يعني أول تحرير الكويت تقريبا؟ إيه تقريبا ومن المدرب اللي اختارك؟ بلغاري اسمه فاسيل فاسيل ها؟ ومنو كان معك من النجوم؟ والله أبو أحمد الأسامي تخرق لا والله يعني فوز المعتوق محمد عبد الرزاق جاسم الطرار وسليمان الودعاني اياد الصايغ مشعل مزاعل يا سلام الله يرحمه فارس موسى داود سليمان داود عبد الجادر عبد الجادر الله وجه له تحيه حبيبي الله يسلمك فهذول النجوم يعني انا يعني ما توقعت انهم يختاروني يعني حتى داود عبد الجادر يعني كان يعني اصغر مني بسنه يعني فما حتى فارس الله يرحمه كنا يعني اول سنه لنا حلو فما توقعنا ان احنا يعني تجينا فرصه قدام هالعمالقه هذه يعني من خبرتهم من جودتهم باللعب من كل شيء الله ايه ف الحمد لله يعني ان اثبتنا وجودنا وتم اختيارنا حق المنتخب زين ابو طلال يعني ساعات يقول لك اسال الضيف اقول له من هو اللاعب المثالي لك يعني اللي انت اللي كان يوم من الايام قدوتك دائما يروحون على الوائب الاجانب يعني مثلا كره القدم اللي يختار ميسي اللي يختار رونالدو اللي يختار ابطال انت منو اللي كان قدوتك يعني غير محمد اخوك يعني غير محمد سليمان الودعان الله هذا اللاعب صدق اللي ما اخذ فرصته زين ويتمتع في اللعب يعني لو على ايامنا الحين انا ما اتوقع انه هو يقعد بالكويت يعني دائما يحترف برا من رقي لعبه واخلاقه وانتظامه بالتدريب دائما يعني انا يعني شدني في كذا لقاء دائما مثل الكابتن عبد العزيز العنبري الكابتن سعد الحوطي لما قابلتهم قالوا الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق بعدين الرياضه يعني صح. يعني القدامى دائما يهتمون في موضوع الاخلاق واخلاقيات اللاعب والتعامل مع الكبار في الاتحاد سواء الكره في النادي او في المنتخب انزين بنروح بعد ذكريات حلوه ما شاء الله خاف ينتهي البرنامج واحنا ما سولفنا يعني شو اسمه نروح حق هذا الكاس هذا الكاس بطوله الكاس الاتحاد انزين وتقريبا 95 96 موسم 95 96 اللي حصلنا عليه في المركز الاول تقريبا ثاني بطولة ناخذها نعم لأن قبل كان كله القادسية مسيطر ما شاء الله عليهم كان يعني لاعبيهم وايد مميزين من بعد التحرير أتوقع أن هذا أول كاس أو ثاني كاس حصلت قبل الدوري خذيناه وبعدها الكاس
بعد هالكاس. اي هذا طبعا انا خذيته من النادي عشان والله احنا فريق العمل اول ما دشينا وشفنا الكؤوس ما شاء الله بالذات يوم كان هناك كان يسالوني الشباب يقولوا لي يعني هو يعني شلون حصل عليهم الكؤوس هذه المفروض يكون بالنادي ولا بالاتحاد يعني صدق شنو الطريقه اللي هذا على اساس ان الشباب اليوم يمكن عندهم شغف انهم ياخذون ميداليه ولا كاس ولا هذا يحتفظون فيها بالبيت يعني هذا تقريبا انا كلمت مشرف الفريق اوكي انزين قلت له انا راح اخذ الكاس هذا اساس بخليه عندي ذكرى وكذي وانا طبعا عندي بس تقريبا هذا اللي مال الصالات اي وعندي كاس مال الشواطئ بطوله خليج إيه. اما الميداليات الكوس اللي تشوفهم الباجي يا افضل مهاره إيه؟ شخصيه او انه يكون بطوله شواطئ بطولة شواطئ هي أساساً بال بال بالجوائز يعطون الكاسين يعني لاعبين كل واحد له كاس صح بنروح وياكم أعزائي المشاهدين حق هذا الفاصل وراح نرجع نتواصل ويا أحمد عبد الرزاق سوالف وايد تابعونا محمد البلوجي بيلعب الإرسال الحين عبد الله كرة مرفوعة وتنصد مرة ثانية لنايف لايف للقبندي وقبندي وضربة ساحقة حلوة بين القبندي وزورق اثنين لكن نشوفها بالبطيء حلوة هذه اللعبة لأحمد عبد الرزاق اللي يلعبها أحمد عبد الرزاق وتنزل الكرة شوفها كرة مرفوعة للقبندي في زاوية من نايف للقبندي قبندي وضربة ساحقة وبلوك فردي أجمل ينزلها أحمد عبد الرزاق على فريق نادي القادسية وأيضا بلوك فوق رجعنا معكم أعزائي المشاهدين من بعد ما شفنا هذه اللعبة الجميلة كرة الطائرة وضيفنا نجم من نجوم كرة الطائرة أحمد عبد الرزاق يعني أبو طلال يعني ما شاء الله ثلاث كؤوس شكرا فريق العمل اللي بدلوا هالكؤوس هذه بس علشان نقدر نتكلم عنهم نبي نتكلم عن هل مخطط الحمر هذا شنو قصته؟ هذا موسم 97-98 خذيت أفضل مستقبل في بطولة شهيد فهد الأحمد الثانية اللي هي الصالات يعني أنت لاعب توك صاعد درجة أولى وتأخذ أفضل مستقبل من ضمن النجوم الموجودين فهذا يعني مو سهل اي والله مو سهل نعم الله يعطيك الصحه والعافيه زين بنروح حق اللي اكثر منه هذا هذا خليت افضل لاعب متكامل يعني ما شاء الله مهارات الكره الطايره كلها متكامله عندي ما شاء الله هم لو تلاحظ انت اي سنه 98-99 هم كان النجوم موجودين عز النجوم فهذا يعني الثلاث كوس وايد اعتز فيهم يعني الله في مسيرة كرة طائرة ما شاء الله زين وهذا هذا خليت أفضل صد اللي هو البلوك في بطولة خليج اللي صارت عندنا بالكويت بنادي كاظمة وخذينا فيها المركز الثالث خذينا المركز الثالث وخذيت أنا أفضل لاعب صد يعني أنا بكرة القدم أفضل واحد مثلاً يقول أفضل حارس أفضل هداف أفضل شيء إحنا عندنا مهارات عندنا الاستقبال الرافع الشوت البلوك الإرسال فعندنا مهارات وايد كي والله جميلة كرة الطائرة بس ما عندنا الطول اللي نلعب اللعبة هذه أنت ما شاء الله عسى الله يحفظك بدنا نهجي زين هذا شنو قصته هذا هذه شركة البترول الوطنية سوت دورة شواطئ زين وحصلت على المركز الأول فيها أنا ويا أخوي عبد الله جاسم اللاعب عبد الله جاسم حي بالبرنامج خذت فيها البطولة هذه إيه هو الحلو هذا شنو قصة هالكأس هذا الرفع يشوفونه المشاهدين بس إيه هذه بطولة مبارك الكبير كانت أول سنة يسوونها فحصلنا عليها نادي كاظمة المركز الأول فقلت هذا المفروض ما يدش النادي يكون عند كنتر الفريق يعني طبعا بعد استئذان الإدارة خذيت الكاس وخليته عندي اكيد حلو لما يكون النادي متعاون مع الكابتن او مع اللواعيب انه بحيث انه يعني ما راح بعيد اذا مو بالنادي موجود على الاقل باحتفاظك انت في بيتك يعني وهذا شيء يعني شيء يحسب لك عسى الله يحفظك ان شاء الله زين يعني انا قاعد اشوف هناك في البومات في شيء عن كرة الشواطئ وفي شيء عن كرة الطائرة صح؟ ايه
هذا كرة طائرة شاطية. إيه. وهذا الصالات ما صالات طبعا فيها من تحت 19 سنة طبعا بس أخبار. إيه؟ من غير صور لغاية درجة أولى. إيه؟ وهني كل ما يخص كرة الطائرة الشاطئية. شو أنت تبي تبلش؟ إنزين نبلش بالطائرة. الشاطئية ولا العادية؟ كيفك شو تبي؟ نبلش بهذا أول صالات. إيه. هذا أعتقد نحتاج إنه يكون كذي نسوي له بس علشان يبينون عشان ريفلكشن مال الكاميرا بس. أيوة. إنزين. وقول لي شنو قصة هالمقلة أو هال طبعا انا اللي احتفظ فيه إيه؟ دائما يكون جرايد يعني ما تحكني اوكي ان انا العب زين العب فهذه انا لاعب فيها وسبب فوز نادي كارما فيها فعشان كذي لو تلاحظ هني بالبرتغالي انا حاط بعد تالق احمد عبد الرزاق قلب الموازين لنادي كارما فاز على القادسيه وشي شي عرفت فانا اي فاحتفظ فيها هذه زين وهذه صوره هذا الكاس ها؟ اي هذا مباراة كبير اي انا كنت فيها كابتن ومحمد عبد الرزاق هو كان مدربنا الله أي. محمد اخوك اي هو كان مدربنا وانا كنت كابتن وحصلنا عليها الله البطولة. يعني انت ماخذ اشاره الكابتن بالش اسمه اوكي زين هذه ان شاء الله راح اردها بعد شوي ان شاء الله زين نبي نروح حق هذه الصوره بعد الصورة هذه لو تلاحظ هم أنا حاط ماركر إيه؟ هم أنا متميز بالمباراة إيه؟ وطبعاً مع زملائي بس أنا يعني أكون سبب بسيط إن الفوز يكون لنا يعني إيه فعشان كذا أنا حط ماركر عليها زين وهالصور الجميلة هذه الصورة اللي فوق هذه حق كرة طائرة الشاطئية الشاطئية إيه بهلا فبراير الأول إيه؟ أمسي عليه بالخير أبو مشعل بدر الكوس إيه كان بالكويتية إيه؟ فمهتم في كرة الطائرة الشاطئية حلو للأمانة هو يعني اللي أسسها هو اللي حثنا أن احنا نلعب كرة الطائرة الشاطئية حلو فسوى هالبطولة ياب من أمريكا أفضل لاعبين ومن برازيل ومن أتوقع اي ياب فريقين من امريكا فريقين من البرازيل جميل ودشش سوى بطوله تنشيطيه محليه واللي يفوز اول وثاني من الاول للرابع إيه؟ انه هو يشارك بالبطوله هذه حلو فالحمد لله حصلت على المركز الاول ما شاء الله زين وشاركت في البطوله هذه وخذيت اول على الكويتيين في البطوله هذه بعد اللي احنا نسميه متخصصين كرة الطائرة الشاطئية الله اللي هي امريكا والبرازيل صعبة اللعبة وشنو نظامها يعني هل شخصين يلعبونها بس ولا ثلاثة ولا واحد ولا شلون طريقة ابو احمد هي لعبة ممتعة نعم وهي اساسا لعبة شو اي اكثر من ان هي لعبة كرة طائرة شاطئية يعني انت لو تدش يوتيوب تشوف كرة طائرة شاطئية تشوف تجاوب الجمهور مع اللاعبين فهي لاعبين إيه؟ اثنين إيه؟ زين اللاعبين هذول الاثنين لازم يكونون عندهم مهارات كره طائره كلها توب الله اي لانه ما في تبديل اي إيه. في عندك لك تيموتين اثنين زين ويا التيموت الفني وما في مدرب يوجهك وممنوع المدرب يتكلم يعني اذا شاف سمع الحكم يعطيه انذار اها ايه والانذار الثاني يطرده ما يعني ايه ممنوع تتكلم يعني 100% اجتهاد اللواعي وما في احتياط؟ وما في احتياط يعني هم لاعبين اثنين وما في احتياط وعدد الحكام كم حكم باللعبه؟ نفس الصالات حكم اول ثاني وحكمين رايه حلو ايه فانت بالرمل يعني حتى لو ان ايه يقدر الحكم الثاني يروح يشوفها اذا هي ان ولا اوت بعدين يعطي قراره حق الفريق الاول فاللعبة هذه وايد متعبة لأن تدري على رمل ناعم صح ويبي لك لياقة ما أقول لك جبارة بس يبي لك لياقة يعني أنت أكثر. أي تداول إي خلاص النسم يروح أكيد صح عرفت؟ إي فيبي لها لياقة قوية في بعض المهارات تختلف عن الصالات إيه؟ اللي هي البليس إي بالصالة تقدر تلعب البليس أصابعك إيه؟ مفتوحة بس إيه؟ بالشاطئية لا لازم تكون مسكرة كل وقت
ما تقدر تلعب كذي. ما تقدر. يعني إيدك الأصابع مسكرة أو إيه؟ النوبوكس أو إنك تشوت الشوتة العادية نفس الصالة. جميل. في بعض الرفع. إيه؟ إنزين يختلف شوية. عندك لمسة البلوك بالصالات تصير عادية، لا بالشاطية تنحسب لعبة. يعني لازم صاحبك يرفع لك على طول وتشوتها. هذه الاختلافات الواضحة اللي فيهم في كرة الطائرة الشاطية والصالات. يعطيك العافية. العافية. احنا راح نسولف عن كرة الشواطئ زين او كرة اكثر واكثر. نروح فاصل ونرجع نسولف عن الذكريات الجميلة اللي داخل هالألبوم هذا. فاصل اعزائي المشاهدين، راح نرجع نتواصل والذكريات داخل هالأزرق. والارسال يتحول الى محمد عبد الرزاق من كاظم الكويتي، خليفة حمد الى شخبوط اللي تحول الان الى صانع العاب، ايضا بلوك ثنائي جميل ومتماسك من احمد عبد الرزاق وداود سليمان، مجهود مضاعف. ومنير عيسى نشوف شو يقول، يقول له ارساله فلوتر وموسى، وعلى طول داود يلعبها يلمها على طول حلوه منير، هناك الى فلاته يلعبها على طول القطان من مركز خمسه الى احمد عبد الرزاق، حلوه تلمس منير عيسى وداخل الملعب، حلوه احمد. أحمد عبد الرزاق يستعيد في هذا الشوط. رجعنا معكم أعزائي المشاهدين من بعد ما شفنا هذه الكرة الجميلة. للأمانة في هالألبوم في ذكريات جميلة وفي صور وفي هذا، ولكن يعني لضيع وقت البرنامج قلنا خل نسولف على الأقل على الأقل على هالبطولتين. هذه بطولة الخرافي للطائرة الشاطئية. إيه هذه قصتها؟ عقب ما سوينا البطولة مات الهلا فبراير. إيه إيه بعدها سوينا البطولة هذه دولية طبعا، فيها إيران، فيها عمان، فيها أتوقع كازاخستان، فيها يعني من الفرق هذه، هي كتقوية حقنا كمنتخب. إنزين ومثل ما تقول إعداد كانت لنا حق بطولات الخليج. فهذه خذنا فيها المركز الثالث أنا ويا أخوي عادل مزاعل لاعب نادي العربي، خذينا المركز الثالث، وكانت يعني بطولة يعني شبه جديدة علينا، بس الحمد لله ان خذينا فيها كرة المركز الثالث وبجدارة، يعني فزنا على فرق متخصصين شاطئية، احنا مو متخصصين، احنا لاعبين صالات صح. اي بس يعني اي بطولة تصير قبلها بمعسكر 20 يوم او شهر وندش البطولة. حلو. فهذه احنا يعني تعتبر جديده علينا، فالحمد لله يعني انا وزميلي عادل قدرنا نحقق المركز الثالث. الله يعطيكم الصحه والعافيه. من كان مدربكم هني؟ من يدربكم اللعبه هذه؟ ما في مدرب. ما في مدرب؟ ما في مدرب. الله والله ايه احنا كنا نتدرب، كنا اربع فرق، داود عبد الجادر ويا حسين القبندي وانا ويا عادل المزاعل. ايه كنا نلعب دائما، نلعب مع بعض وكذي، وبعدين دشينا البطوله. يعني يصير مثل التصفيات بينكم. أيوة. ودشون البطوله. ها زين بنروح حق البطوله هذه. شنو عبد الرزاق ودشتي ضمن شنو؟ مصنفين عالميا. الله والله كلمه كبيره، وانت كبير عسى الله يحفظك. الله يسلمك حبيبي وعليك زود. شنو قصه هالبطوله هذه؟ اخاف اقول لك ما تصدق. لا انت كبير عسى الله يحفظك. الله يسلمك حبيبي. هذه مسي عليه بالخير، كان رئيس اتحاد وليد امان، قال لنا في بطوله بلبنان دوليه وداشه من ضمن التصنيف العالمي. حلو. اي يعني اذا كان النظام القديم شنو؟ تفوز تصعد فوق، تخسر تنزل تحت، وهم تلعب يعني مثلا اذا خسرت تلعب مع اللي يفوز فيصير الفريق اقوى. الله. عرفت كذي. فقلنا احنا مو مستعدين، يعني دائما الشاطئيه يلعبونها بالصيف والبطوله كانت بلبنان، فقلنا له مو مستعدين. قال خلينا نشارك، يعني جاتنا دعوه كذي خلينا نشارك. قلنا له يلا. فرحنا البطوله وسبحان الله يعني فزنا على من الدول اللي هم متخصصه شواطئ، واقل واحد مترين. يعني تخيل احنا وين ما نشوفهم كذي. وفوق كل هذا كان اشتي كان متعور. اي يعني تخيل كل بعد مباراه ياخذ ابره ونرد نلعب مره ثانيه كذا. والحمد لله يعني فزنا وطلعنا مركز تقريبا السادس او السابع، وحصلنا على ست نقاط، وهي اللي خلتنا نحط علم ديرتنا الحبيبه ضمن التصنيف العالمي
موجود وياهم. ما شاء الله، انت خير من يرفع علم الكويت. الله يسلمك حبيبي. يعني ما شاء الله انت واخوانك، عسى الله يحفظكم وكل المهتمين في هذه الكره. قبل لا نختم لقاء، شنو تعلمت من محمد عبد الرزاق؟ والله للامانه وايد تعلمت منه، يعني خصوصا في كره الطائره، يعني صدق انه وايد كان يعني اخذ منه زف و... وهذا لازم ما هو العود لازم تسمع. فللامانه يعني وايد خليت منه. عسى الله يحفظك. الله يسلمك ويحفظه. الله يسلمك ويحفظ كل اخوانك ويحفظ كل واعيب كره الطائره في الكويت وكل من يلعب اي لعبه رياضيه في درة الكويت. حبيبه مشكور وايد. عسى الله يحفظك. الله يسلمك. واستمتعنا وياك في هذا اللقاء. كلمة أخيرة حاب تقولها قبل أن نختم معك اللقاء. يعطيكم العافية، ما قصرتوا على الاستضافة هذه، وأتمنى إن شاء الله رياضتنا تكون يعني في القمة الأفضل دائم. للأفضل إن شاء الله، والبركة باللاعبين الموجودين إن شاء الله في كل اللعبات إن شاء الله. وإن شاء الله جاية أولمبياد اليابان، وإن شاء الله أبطالنا إن شاء الله يحققون ويرفعون علم الكويت إن شاء الله عالي. عسى الله يحفظك. مشكور وايد. احنا وصلنا لختام مشاهدينا الكرام، ما يسعني الا ان اشكركم على حسن المتابعه، واتمنى كل ما تقدم في هذه الحلقه قد حاز على اعجابكم. تقبلوا تحياتي وتحيات الابطال فريق العمل. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج مقتنياتي. مع السلامه.